يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الشباب هداهم الله الذين يحضرون عند فضيلتكم هذه الدروس، لما شرعتم في قراءة هذا الكتاب للإمام الشوكاني تركوا الدرس وقالوا لا نحضر كتب المبتدعة كالشوكاني وغيره حيث عندهم مخالفة لعقيدة السلف. شكوى إلى الله. فكيف نجيب عن ذلك وفقكم الله؟ اتركوهم إن كان يقبلون النصيحة انصحوهم. الشوكاني إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك رحمه الله، إن قبلوا الحمد لله، وإما قبلوا اتركوهم. هؤلاء هم المتشددون الذين قال عنهم الشوكاني، هم المتشددون. نعم.